اذكري اسم من أسماء عاصمة العراق. بغداد. من المركبات التي تتعرض إلى بنشر. سيارة. من أدوات الرجل الطباخ. شفتير. أحد أعضاء الجهاز التنفسي. الرئة. شيء نحمله بعناية شديدة. الماء. شكراً. شكراً كوثر. خلص؟ خلي نشوف إجابات إيش قد جابت درجات. إن شاء الله. برافو عليك. برافو. أخت كوثر. إيه؟ خمس أسئلة جاوبتي عليها بسرعة معقولة جداً، يعني ما انتهت الـ20 ثانية. وإجابات لربما معقولة، بس خلينا نشوف إيش قد جابت لي درجات. السؤال الأول كان سؤال جميل ودقيق ورائع، وهو اذكري اسم من أسماء عاصمة العراق. قلتي بغداد. واو، 20 نقطة، لأن أكو أيضاً اسمين لربما بعدين نقولها. السؤال الثاني كان من المركبات التي تتعرض إلى بنشر. قلت سيارة مو؟ السيارة. والسيارة خلينا نشوف. 30 نقطة، برافو. 50 الآن المجموع. والسؤال الثالث كان من أدوات الرجل الطباخ. قلت الشفشير. نعم. والشفشير يعني مهم، وإجتي 25 نقطة. 75 نقطة، رائع كوثر. السؤال الرابع، أحد أعضاء الجهاز التنفسي. قلتي الرئة. والرئة جابت لك 23 نقطة. صرت 98، يا الله. السؤال الخامس، شيء نحمله بعناية شديدة. قلتي الماء. الماء جاب لك